منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إيلاء عناية خاصة للأقاليم الجنوبية للمملكة، عناية شملت النهوض بمختلف المجالات ومناحي الحياة بما يضمن العيش الكريم لرعايا جلالة الملك في هذه الربوع من المملكة. فكانت الاحتفالات المخلدة للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة تاريخاً مفصلياً بهذه الربوع، عندما أطلق جلالته برنامج النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة. البرنامج الذي فاق الغلاف المالي المخصص لمشاريعه 77 مليار درهم. ومنذ ذلك الحين انطلقت الأوراش والمشاريع مبرزة تحولات جذرية في هذه الأقاليم، تحولات عاينها القاصي والداني، منجزات غيرت صورة هذه الربوع وجعلت من العيون كبرى حواضر الصحراء محط إعجاب وإبهار لكل زائر وعابر بفضل برامج التهيئة الحضرية التي سطرت ضمن مشاريع النموذج التنموي الجديد، التي استهدفت التهيئة الحضرية للمدن وإنجاز الساحات والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء وفضاءات الترفيه وغيرها من البنى التحتية والتجهيزات. ويهم هذا البرنامج تأهيل حضري لمدينة العيون مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز من خلال تقوية وإنجاز الطرقات وتهيئة الأرصفة وإنجاز 9 ساحات عمومية و3 نافورات، وبلغت تكلفة هذا البرنامج 235 مليون ريال درهم بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة العيون. بطبيعة الحال هذا البرنامج يأتي بشكل متوازي مع مجموعة من البرامج التي تسهر عليها جماعة العيون، والتي جعلت من مدينة العيون قطب حضاري مندمج، والذي يعتمد بشكل أساسي على التماسك الاجتماعي وإدماج جميع الأحياء داخل هذه المنظومة الحضرية، مما جعل مدينة العيون قطب حضري ذات إشعاع دولي، والذي شكل نقطة استقطاب لمجموعة من الاستثمارات. مشاريع التهيئة الحضرية لامست مختلف جوانب التنمية العمرانية والسكن والمرافق العمومية التي تعزز جاذبية المدن وتوفر شروط الراحة للساكن، بالإضافة إلى تعزيز العرض العمراني والسكني بهذه الأقاليم من خلال مجموعة من برامج السكن المندمجة. على مستوى مدينة أسمرة، فقد انخرط قطاع الإسكان وسياسة المدينة من خلال برنامج إعادة إيواء قاطني سكان مخيمات الوحدة، وذلك بشراكة مع المديرية العامة للجامعات الترابية، ولاية جهة العيون الساقط الحمراء، عمالة إقليم أسمرة والمجلس الإقليمي لأسمرة ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية. ويهم هذا البرنامج بطبيعة الحال بناء 2800 دور نواتية بغلاف إجمالي يقدر ب 532 مليون ديال درهم، وكانت مساهمة الوزارة في هذا البرنامج ب 232 مليون درهم، وقد بلغت نسبة إنجاز هذا البرنامج 86%، ومن المتوقع نهاية سنة 2023 الانتهاء الكلي من هذا البرنامج. كما هناك برنامج على مستوى التأهيل الحضري والذي يبلغ تكلفته 125 مليون ديال درهم. كما حظي قطاع التعليم العالي بمكانة خاصة ضمن مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إحداث نواة جامعية كان المنطلق لبلوغ تعزيز العرض الجامعي. فبعد إطلاق المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، تلتها الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، ثم قطب التميز كلية الطب والصيدلة بالعيون، والمدرسة العليا للتجارة والتسيير، أقطاب جامعية تسير وفق الرؤية السديدة لجلالة الملك في إطار النهوض بالرأسمال البشري لا سيما الشباب.
فيما يخص المجال التعليم العالي بجهة العيون الساقية الحمراء، هناك كان في الأول بداية إنشاء نواة جامعية تابعة لجامعة ابن زور. الآن نتكلم في إطار النموذج التنموي الجديد وما حققه من إنجازات في إطار التعليم العالي، نتكلم عن قطب جامعي متكامل بمؤسسات جامعية متكاملة من حيث البنيات المؤسساتية، من حيث كذلك الرأس المالي البشري، من حيث الأطر الإدارية والأطر التربوية. فبمدينة إقليم السمارة نتكلم عن كلية متعددة التخصصات، بإقليم العيون المدرسة العليا للتكنولوجيا التي تم إنشاؤها سنة 2014، والآن كلية الطب والصيدلة المشروع الملكي الضخم، كلية الطب والصيدلة بالعيون التي تم إطلاق الدراسة خلال الموسم الجامعي 21-22. كلية الطب والصيدلة بالعيون هي رؤية ملكية تدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2015. الكلية الآن في الفوج الثالث ديالها إن شاء الله في شوتنبير القادم، وإذا حد الآن عندنا 277 طالبة وطالب كلهم منحدرون من الأقاليم الجنوبية من الجهة الثلاث، العيون الساقية الحمراء، قلميم ودنون، والدخلة والذهب. والهدف من هذا كله أننا نكون أطباء في بيئتهم في أقاليمهم الجنوبية لكي يستقروا في الأقاليم الجنوبية، لأن كلية الطب عندها هدف من غير أنها تكون أطباء أنها تكون يكون عندها إشعاع على صعيد الجهة وعلى صعيد المنطقة وعلى صعيد المغرب بصفة عامة، وتكون جاذبية بالنسبة لدول أفريقيا جنوب الصحراء. ولذلك عندنا طلبة من هذه الدول، من البوروندي، من الغابون، من السنغال، من جزر القمر، كذلك من غينيا، عدة دول، من موريتانيا كذلك. وهاد الطلبة إلى حد الآن عندنا 21 طالبة وطالب من إفريقيا، على أساس أنه في السنة القادمة إن شاء الله يتضاعف هذا العدد هذا. إذن هناك مسالك في الطاقات المتجددة وتحلية المياه، مسالك في مسلك في اللوجستيك والمالية والاقتصاد، في الهندسة المدنية، الهندسة الغذائية والبيولوجية، تثمين موارد البحرية، تقنيات القانون، الهندسة المعلوماتية، ومسالك خمس مسالك في الإجازة المهنية، تدبير الموارد البشرية، اللوجستيك، الجودة، الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، وفي تقنيات القانون وتقنيات الإعلام كذلك. التعليم العالي بالتعليم العالي والبحث العلمي بجهة العيون الساقية الحمراء كيعرف واحد الانطلاقة جديدة، انطلاقة واعدة واللي تمنها المشروع التنموي الجديد. هذه الانطلاقة اللي عرفت هذه المؤسسات الجامعية الجديدة المتكاملة من حيث البنية ديالها، من حيث الأطر اللي كيتواجدوا فيها، واللي نسعى إلى خلق من القطب الجامعي، من النواة إلى القطب الجامعي إلى جامعة مستقلة لجهة العيون الساقية الحمراء. الهدف كذلك من الكلية أننا نطعم، يكون تطعيم على الصعيد الجهة المستوى ديال الصحة على صعيد الجهة، لأن عندنا المركز الاستشفائي الجامعي اللي هو في إطار يعني البناء. الكلية الجديدة الآن الحمد لله احنا أكثر من 95% من الأشغال راها يعني على في إطار أنها تتم الأشغال من هنا لشوتنبير إن شاء الله. وكذلك بالنسبة للسنة القادمة تنفكروا هذه من بين الطموحات أننا تنفكروا أنه تكون عندنا شعبة الصيدلة وكذلك شعبة البيوتكنولوجيا، هي مهمة جدا على أساس أنه المغرب عنده طموحات أنه نبدأ نصنعه
أدوية ونصنعوا لقاحات في المغرب، يعني من المغرب مع المغاربة وفي المغرب. وبالنظر للدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة والتي شملت مختلف المجالات والميادين بدون استثناء، والتي تروم الرفعة من وتيرة التنمية وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، فقد حظي الإدماج الاقتصادي للشباب بأولوية في السياسات العمومية، وهو ما تجلى في افتتاح مدينة المهن والكفاءات. بالنظر للعناية التي يوليها جلالة الملك حفظه الله لقطاع التكوين المهني باعتباره محوراً استراتيجياً لتحسين التنافسية الاقتصادية وإدماج الشباب. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات الخاصة بالعيون الساقية الحمراء، تم يعني إنشاؤها على مساحة 6 هكتارات بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مقعد بيداغوجي وبغلاف مالي فاق 300 مليون درهم. هذه المؤسسة من الجيل الجديد والنوعية، يعني توفر مجموعة من الأقطاب التكوينية الجديدة على مستوى الجهة، قطب الصحة مع وجود وحدة علاجية بيداغوجية، قطب اللوجستيك والنقل مع وجود منصة لوجستيكية وأيضا ورشة للمحاكاة، قطب الصيد البحري بسلسلة لتثمين المنتوجات البحرية، قطب الصناعة التقليدية وأيضا الخدمات، وكذلك الديجيتال الرقمنة، مجموعة من يعني الأقطاب الجديدة بحوالي أكثر من 46 شعبة، منها 70% هي شعب جديدة جهويا. هذه المدينة أيضا توفر مجموعة من المرافق الملائمة ومجموعة من الفضاءات الجديدة الحديثة التي تمكن المتدربين من تطوير كفاءتهم الذاتية. نتحدث عن مركز للغات والسوفت سكيلز، نتحدث أيضا عن مركز للتوجيه المهني. مدينة المهن والكفاءات بالعيون الساقية الحمراء ببنيتها المتطورة وبهذه الفضاءات الحديثة ستمكن من إعطاء نفس جديد للتكوين المهني من خلال العرض المتنوع والمتطور والذي يساير حاجيات المقاولة المحلية والجهوية. ستمكن أيضا من تعزيز قابلية التشغيل لدى شباب الجهة، وكذلك تقوية القدرات الذاتية لشباب المنطقة. أيضا نتحدث عن قيمة مضافة من خلال هذا الصرح التكويني الهام على المستوى الجهوي، هذا الصرح الذي سيصبح قاطرة للتنمية جهويا وحتى قاريا، لأننا نستقبل الآن سنويا مجموعة من الطلبة القادمين من دول جنوب الصحراء في إطار شراكة جنوب جنوب مع بين يعني هذه الدول والمملكة المغربية، وهو ما سيساهم لا محالة في يعني تحقيق أهداف متوخات من هذه المؤسسة التي تعتبر مؤسسة من نوع الجيل الجديد، والتي ستساهم في تمكين شباب الأقاليم الجنوبية من الانخراط في سوق الشغل والمساهمة في عجلة التنمية بهذه الربوع من المملكة. مدينة المهن والكفاءات فتحت أبوابها منطلق الموسم المنصرم، مقدمة عرضا تكوينيا من الجيل الجديد ينضاف إلى مؤسسات التكوين الحديثة، والتي توفر برامج مبتكرة هدفها الأساسي تسهيل إدماج الشباب وتمويل السوق بيد عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية. نتحدث عن المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الوحدة، متعدد التخصصات بطاقة استيعابية تناهز 2000 مقعد بيداغوجي، وب يعني مجموعة من الشعب الجديدة في مجال الهندسة المدنية والبناء والسيارات. هذا المعهد الذي كلف حوالي 35 مليون درهم تم افتتاحه سنة 2019. نتحدث أيضا عن المعهد المتخصص للسياحة والفندقة بالداخلة في إطار مواكبة الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع السياحة بهذه الجهة،
وهو معهد سيوفر 800 مقعد بيداغوجي لشباب هذه الجهة في مجال السياحة والفندقة والاستقبال بطاقة استيعابية يعني بغلاف مالي ناهز 45 مليون درهم. أيضا سنة 2021 تم إعطاء الانطلاقة لمشروع لمعهد المتخصص للطاقات المتجددة بالطرفاية، وهو مؤسسة وهي مؤسسة نوعية على مستوى الأقاليم الجنوبية تتخصص في مجال الطاقة المتجددة سواء الريحية أو الشمسية، إضافة إلى كل ما يتعلق بالهندسة الكهربائية وبشعب السلامة الصحية. هذه المؤسسة التي أقيمت بغلاف مالي ناهز 75 مليون درهم هي مؤسسة ستساهم لا محالة في توفير يد عاملة كفأة، ستمكن من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية للمملكة، وأيضا مواكبة يعني مختلف المشاريع الاستثمارية الهامة التي تعرفها الجهات الجنوبية الثلاث في مجال الطاقات المتجددة. ومن أهم القطاعات المنتجة التي حظيت بعناية خاصة ضمن مشاريع النموذج التنموي الجديد بهذه الأقاليم قطاع الفلاحة، من خلال المشروع الواعد للإعداد الهيدروفلاحي بمنطقة جريفية التابعة لنفوذ إقليم بوجدور على مساحة تقدر بألف هكتار من الأراضي الفلاحية، مشروع ينتظر أن يساهم في إنتاج الخضر والرفع من إنتاج اللحوم الحمراء وزيادة إنتاج الحليب. ومشروع مهم وله آفاق مستقبلية واعدة، وقد برمج هذا المشروع في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتواصل إنجازه في إطار الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر 2020-2030، وهو من ضمن المشاريع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. التكلفة الإجمالية لهذا المشروع هو 475 مليون درهم، منها 270 مليون درهم لأشغال إعداد الهيدروفلاحي. والهدف من هذا المشروع هو تنويع السلاسل الفلاحية على مستوى إقليم بوجدور من خلال إنتاج 50 ألف طن من الخضروات و1760 طن من الحليب و600 طن من اللحوم. كما يهدف هذا المشروع إلى رفع من القيمة الفلاحية المضافة إلى 115 مليون درهم، وأيضا خلق فرص شغل يفوق 1000 منصب شغل قار. فيما يتعلق بتقدم سير أشغال هذا المشروع، فقد تم الانتهاء من أشغال الشطر الأول من هذا المشروع على مساحة 250 هكتار، حيث تم حفر وتجهيز 8 أثقاب مائية عميقة وإنجاز منشآت جمع وتخزين المياه وكذلك منشآت معالجة المياه، وأيضا تم إنجاز قنوات الجر وشبكة الري وشبكة المسالك الداخلية، وتم تجهيز الضيعات بالري الموضعي. وبالإضافة إلى قيمته المضافة في مجال الإنتاج الفلاحي، سيفسح هذا المشروع المجال أمام خلق فرص شغل واستثمار لشباب المنطقة الراغبين في الاستثمار والعمل في المجال الفلاحي. بالنسبة للشطر الأول من المشروع فهو الآن جاهز للاستغلال، وبالفعل فقد تم دعوة جميع الشباب من جهة العيون السقية الحمراء الراغبين في الاستثمار، والذين تم اختيارهم وفق طلب العروض الذي تم نشره، تمت دعوتهم من أجل إكمال إجراءات القانونية والإدارية وفق شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وإن شاء الله قريبا سيتم إعطاء انطلاق بداية الاستغلال والإنتاج على مستوى هذا المدار السقوي. ولأن الفلاحة بالصحراء تواجه ظروفاً مناخية صعبة مرتبطة بالطقس الجاف وملوحة التربة وندرة التساقطات، فقد شكل افتتاح المعهد الإفريقي للبحوث في الفلاحة المستدام التابع لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات انخراطاً فاعلاً للبحث العلمي لإيجاد حلول ناجعة للفلاحة بهذه المنطقة. نعرف جميعاً أن الفلاحة هي مورد وقطاع أساسي بالمغرب،
يشتغل به واحد شريحة واسعة من المغاربة، ونظرا للتغيرات المناخية اللي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، هذا القطاع عرف إكراهات متعددة، أهمها من طبيعة الحال نظرة التساقطات والجفاف اللي أثرت على المحاصيل الزراعية وخصوصا في المناطق الجنوبية. هذه الإكراهات تلزمنا احنا كمؤسسات للبحث العلمي لإيجاد حلول للتصدي لهذه الإكراهات والرقي بهذا القطاع المهم لمستوى يمكن المغاربة على المدى القريب والمتوسط من تحقيق أهداف استراتيجية عديدة، منها الاكتفاء الذاتي وكذلك تطوير زراعات ومنتوجات لمواجهة هذه الإكراهات وكذلك لدخول أسواق وطنية ولما لا أسواق دولية، وتكون عند الفلاحة ديالنا واحد القدرة التنافسية كبيرة من أجل يعني تطوير المستوى الدخل ديالهم على المستوى الشخصي وكذلك على المستوى المحلي. المعهد الذي يعتبر جزءاً من مشروع تكنوبول فم الواد يعمل كمختبر للتجارب من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الفلاحين والكسابة ومواكبة الأنشطة الفلاحية بهذه المنطقة. البرنامج الأول والأساسي كيهم الزراعة الملحية، ومن كنقولوا الزراعة الملحية هي نتاج لقلة التساقطات في هذا النوع من المناطق الجافة وشبه الجافة، واللي أثرت سلباً على مردودية ديال الفلاحين بهذه الجهة، جهة العيون السقية الحمراء، وبكل الجهات ديال المناطق الجنوبية. وهذا المشكل من طبيعة الحال ما كاينش فقط في المناطق الجنوبية، فهو كنشوفوه في المناطق الشمالية كذلك، مثلا المناطق الجديدة ودكالة، وكذلك في القارة الإفريقية وفي الدول الأوروبية وآسيوية وكذلك في أستراليا ومجموعة من الدول اللي حتى هي كتعاني من هذا المشكل ديال الملوحة. إذن هذا هو البرنامج الأبحاث الأساسي. البرنامج الثاني كيتعلق بتثمين النباتات العطرية والطبية اللي كتنبت هنا في المناطق الصحراوية، واللي كيشتغل بها واحد مجموعة من خصوصا النساء وتعاونيات نسوية. إذن كنشتغلوا مع هاد التعاونيات لتطوير المنتوج ديالهم ولتحسينه من أجل تسويقه في الأسواق الوطنية والدولية. البرنامج الثالث كيتعلق بالقطاع الحيواني، ومع التركيز على الإبل، لأنه كما كنعرفوا في الجنوب الإبل هي واحد يعني كيشتغلوا بها واحد مجموعة ديال المربون، وتهي كتعرف إكراهات عندها علاقة بالمنتوج، عندها علاقة بالصحة، عندها علاقة بالسلالات اللي كاينة في المنطقة. فإذا كذلك كنواكبوا يعني الفلاحة من أجل تحسين المردودية ديالهم بهذا القطاع. القطاع أو البرنامج الرابع، بما أننا نتواجد بالمناطق الجنوبية اللي كتعرف واحد الوفرة ديال الطاقات المتجددة خصوصا الطاقات الشمسية وكذلك الريحية، فكنشتغلوا مع مجموعة من الفاعلين من أجل تطوير طرق جديدة لتحلية مثلا مياه البحر ولا المياه الجوفية باستعمال الطاقات المتجددة كالطاقات كما قلت الشمسية والريحية بالخصوص. وإدراكا منه للتحديات الاستراتيجية والمتعلقة بالطاقة والمناخ التي يتعين على المملكة التغلب عليها، أقدم المغرب بعزم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، ليستندوا على مشاريع الطاقات المتجددة من أجل تحقيق مستقبل طاقي شامل ومستدام، بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية في مجال الطاقات المتجددة بفضل مناخها المشمس والرياح القوية. أصبحت هذه الربوع مجالاً خصباً لعدد مهم من حقول إنتاج الطاقات الشمسية والريحية،
بدأت بالحقل الريحي بين الطاح والطرفاية، ثم مشروع نور بمنطقة تشيلة، والحقل الريحي بفم الوادة، والحقول الريحية والشمسية بمنطقة بوجدور. نور العيون هي عبارة على منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية ابتداء من الطاقة الشمسية، وتتعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية. السعة ديال هاد المنشأة هي 85 ميجاوات، وهي تتمتد على 240 هكتار، أي ما يعادل 340 ملعب لكرة القدم، لتجعل هذه المنشأة من أكبر المنشآت في المغرب التي تعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية. هذا المشروع كان تنجز في إطار البرنامج الوطني اللي عطى انطلاقة ديالو صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج الهدف ديالو هو تطوير الطاقات المستدامة في المغرب، وكان الهدف ديالو أيضا هو تقليص التبعية ديال المغرب في مجال الطاقة واستورد ديال الطاقة، حيث كما سنعرفوا أن المغرب يستورد حاجيات ديالو من الطاقة بصفة كبيرة. وأيضا من الأهداف ديالو هو تقليص انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري. نور العيون هي منشأة اللي تنتج اليوم سنويا أكثر من 190 ألف ميجاوات ساعة، أي ما يعادل احتياجات أكثر من 200 ألف مواطن، وهي تزود الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بهذه الكمية من الطاقة. يعني الدور ديالها هو دور مهم على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني أيضا. استثمارات كبيرة وجهت لمجال الطاقات المتجددة على امتداد الأقاليم الجنوبية، مجال صار يستقطب الكثير من الشركات العالمية في هذا المجال، والتي ترغب بضخ استثمارات ضخمة لإنتاج الطاقات المتجددة انطلاقا من حقول الصحراء المغربية. عندنا محطة ثانية اللي هي بوجدور، اللي هي نور بوجدور، اللي السعة ديالها 20 ميجاوات، اللي ممتدة أيضا على 60 هكتار، يعني هي منشأة كبيرة. وكما تعرفوا المناطق الجنوبية عندها موارد من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية هائلة، يعني في المستقبل غادي يكونوا محطات أخرى. واليوم تنشوفوا بأن هناك العديد من الشركات الأجنبية اللي تتبغي دير مشاريع في المناطق الجنوبية، لأن المناطق الجنوبية معروفة بالموارد ديالها الشمسية والريحية أيضا. الطاقات المتجددة ليست وحدها القطاع الذي يلفت أنظار المستثمرين ورجال الأعمال من شتى بقاع العالم لتوطين استثمارات في قلب الصحراء المغربية، بل العديد من المجالات الواعدة مثل الفلاحة والسياحة والصيد البحري والنقل والمواصلات، كل ذلك بفضل الإشاعة الذي حققته هذه الربوع، وهي تبرز للعالم ما تحقق ويتحقق من نهضة وتطور شمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جاذبية تحققت بفعل الاستثمارات العمومية الضخمة التي وجهت لتعزيز البنى التحتية وإعداد بيئة مثالية للعيش والاستقرار وجذب الاستثمارات عبر تعزيز شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والموانئ وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز وتنويع العرض التعليمي والتكويني والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لترقى إلى مستشفى جامعي بمدينة العيون وغيرها من الخدمات والمشاريع السوسيو اقتصادية والأوراش الكبرى المهيكلة. ثورة تنموية حقيقية غيرت ملامح الأقاليم الجنوبية للمملكة، قادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بما يوليه من عناية خاصة لهذه الربوع العزيزة من المملكة، ورعاياه الأوفياء بهذه الأقاليم.